السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد. أهلا بيكم في قناة فلاش التعليمية، افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل المحور التاني، The World Around Me، في كتاب Discover اكتشف، منهج KG2، Chapter 1 أو الفصل الأول، Our Natural World، عالمنا الطبيعي. وقبل ما نبتدي في الشرح، أتمنى تكونوا شاركتوا الدرس اللي فات مع أصحابكم علشان كلنا نتابع مع بعض ونستفيد. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم علشان نكتب ملاحظاتنا ونكتب الكلمات الجديدة ونقدر نتابع مع بعض. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا انهينا الدرس اللي فات page 77 أو صفحة 77، والنهاردة إن شاء الله هنشرح page 78 صفحة 78، وعنوانها daytime sky. daytime يعني وقت النهار، day لوحدها day بمعنى يوم، time بمعنى وقت، sky بمعنى سماء. daytime ده expression أو مصطلح بيجي بمعنى وقت النهار، daytime. sky يعني سماء، فهنا هو بيكلمنا عن السماء في وقت النهار، السماء بتاعت الوقت بتاع النهار. و directions بتاعت البيج دي بتقول draw يعني ارسم a picture of what you saw in the sky، ارسم صورة للي انت شفته في السماء، ده بالنسبة لوقت النهار طبعا. draw a picture of yourself، ارسم صورة لنفسك، and your shadow، shadow يعني ظل، your shadow يعني ظلك. طبعا يا اصحابي انتوا عارفين ايه هو الظل. الظل هو الخيال اللي بيبقى موجود جنبك وانت موجود في مكان فيه ضوء جامد زي ضوء الشمس. وانا هحكي لكم حكاية جميلة جدا عن الشمس. طبعا احنا عارفين الشمس، احنا ما نقدرش نشم ريحة الشمس، ما نقدرش نلمس الشمس، ما نقدرش نبصلها حتى بعيننا علشان عيننا ما تتعبش ونظرنا يضعف. لكن الشمس مع انها موجودة في الفضاء الخارجي برا الارض بعيد جدا، لكنها لسه بتدفلنا الارض وبتخلينا نقدر نعيش، لانها مصدر قوي جدا للحرارة. واحنا حتى ما نقدرش نستحمل ان احنا نبقى موجودين في حرارة الشمس فترة طويلة، وبالذات في اوقات الصيف. الشمس كمان يا اصحابي مهمة جدا للنباتات علشان تقدر تقوم بعمل غذائها اللي هو هنعرفه بعد كده ان شاء الله، اسمه البناء الضوئي. ان هي النباتات لما بتمتص الحاجات اللي محتاجاها من التربة او السويل زي ما احنا عرفنا قبل كده، الاملاح المعدنية والمية والحاجات دي بتطلع للاوراق، الاوراق بتشتغل على الحاجات دي وبتحولها لغذاء النبات يستخدمه ويكبر بيه. فالشمس مهمة، الشمس مهمة جدا لحاجات كتيرة جدا حوالينا في الارض، اهمها ان احنا ما نتجمدش ونموت، لانها هي مصدر الطاقة الدائمة، لانها عمرها طويل جدا وموجودة بقالها ملايين السنين. فاحنا دلوقتي عرفنا ايه هي الشمس واتكلمنا عنها شوية، عايزين نروح بقى نعرف ايه هو الظل. الظل يا اصحابي هو الجزء من الضوء اللي جسمنا بيمنعه وبيحجزه ان هو ينزل على الارض. يعني انت لو واقف في مكان فيه ضوء جامد زي ضوء الشمس او مصباح كبير مثلا، انت جسمك بيمنع جزء من الضوء ده ان هو يعدي، والا انت هتكون شفاف. فانت لما بتمنع الضوء ده بجسمك ان هو يعدي، بتصنع ورا جسمك ظل، لان دايما انت بتبقى موجود بين الضوء وبين الظل بتاعك. انت دايما لو الظل مثلا موجود هنا، انت هتبقى موجود بين الضوء اللي هو الشمس مثلا وبين الظل بتاعك. لو الضوء موجود هنا او الشمس موجودة هنا وانت واقف هنا، يبقى الظل بتاعك هيكون موجود هنا. يبقى دايما انت بتبقى موجود ما بين مصدر الضوء، لو كان مصدر الضوء ده شمس او مصباح كبير، انت دايما بتبقى موجود ما بين مصدر الضوء ده وما بين الظل بتاعك او your shadow. فده بالنسبة للظل. هنا هو بيقول لنا بصوا على السماء او انظروا الى السماء في وقت النهار، يعني نتابع شكل السماء ونبص لها. هنشوف ايه يا ترى في السماء؟ هنشوف سحب clouds، مش هنشوف حاجة تانية غير بقى السماء الصافية. هو بيقول لك لما تبص في السماء وتشوف شكلها ايه في وقت النهار، ارسم اللي انت شفته ده. draw a picture of what you saw، ارسم صورة للي انت شفته. saw يعني رأى في الماضي، ده الماضي بتاع see، see المضارع بتاعها see اللي هو يرى. saw يعني رأى. ارسم صورة للي انت شفته in the sky في السماء. وتاني حاجة مطلوبة منك draw a picture of yourself، ارسم صورة لنفسك and
your shadow والظل بتاعك. فاحنا هنعمل ايه؟ هنرسم هنا صورة للسماء في وقت النهار، انت شفت شكلها عامل ازاي، وبعد كده هنرسم هنا صورة لأنفسنا، صورة لينا وصورة للظل بتاعنا. وزي ما احنا عرفنا احنا بنبقى موجودين ما بين مصدر الضوء والظل بتاعنا. وبكده نكون انهينا البيج دي، والكلمات الجديدة بتاعتها daytime يعني وقت النهار، sky يعني سماء، والكلمتين دول نحفظهم علشان نبقى عارفين ايه هي السكاي، ونبقى استفدنا معلومة جديدة. وdaytime يعني وقت النهار زي ما قلنا. draw ارسم a picture صورة of what you saw للي انت رأيته in the sky في السماء. لازم نبقى فاهمين معنى الجملة دي ايه. draw ارسم a picture of yourself. yourself يعني نفسك، self نفس، yourself نفسك، and و your shadow وظلك. ولازم نبقى عارفين يعني ايه shadow، نحفظها برضو يعني ظل. وبكده نكون انهينا page 78 او صفحة 78، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا. ونوصل لبيج 79 او صفحة 79. وقبل ما نبتدي في شرح البيج دي، احب افكرك واقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد، ونذاكر مع بعض اول باول. وبيج 79 او صفحة 79 عنوانها كالاتي: drawing my shadow. drawing my shadow يعني رسم الظل بتاعي، انا برسم الظل بتاعي. drawing my shadow، انا برسم الظل بتاعي. والدايركشنز بتاعتها كالاتي: draw ارسم yourself نفسك in the middle في وسط of your page الصفحة دي. look يعني انظر for the sun للشمس، هترسم نفسك هنا وبتبص ناحية الشمس. where would your shadow be المفروض الظل بتاعك يبقى موجود فين. draw your shadow وبعد كده ارسم الظل بتاعك. فاحنا زي ما تعلمنا في البيج اللي فاتت، احنا بنبقى موجودين فين يا اصحابي؟ شاطرين، بنبقى موجودين ما بين مصدر الضوء او الشمس والظل بتاعنا. ممكن نقول كده بالانجلش: I am drawing myself in the middle of the page، يعني انا برسم نفسي في وسط الصفحة. the sun is on the right of the page، the sun is on the right of the page، الشمس في الجنب اليمين من الصفحة. I am always، أنا دايما، between the sun، بين الشمس، and my shadow، وبين الظل بتاعي. احنا يعني ممكن نبقى عارفين نقول كده in English، وممكن ما نقدرش نقول كده in English، بس لازم نبقى عارفين يعني ايه shadow يعني ظل، ولازم نبقى عارفين يعني ايه yourself يعني نفسك، وmiddle يعني وسط، وsun يعني شمس. لازم نبقى عارفين الكلمات دي. فهنرسم هنا صورتنا، والمفروض ان الشادو بتاعنا يبقى موجودين فين يا اصحابي؟ شاطرين، المفروض ان الشادو يبقى موجود هنا، لان الشمس في الرايت، الشمس في اليمين، يبقى الشادو هيبقى in the left في الشمال، وانت هتبقى in the middle في الوسط. احنا عرفنا دلوقتي الظل بتاعنا فين. والكلمات الجديدة في البيج دي هي: drawing يعني رسم، my shadow يعني ظلي، my shadow يعني الظل بتاعي، yourself يعني نفسك، middle يعني وسط، look يعني انظر، for the sun في اتجاه الشمس، where يعني اين، اين طبعا بنسأل بيها عن المكان، would your shadow be سوف يكون الظل بتاعك، draw your shadow ارسم الظل الخاص بيك. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونوصل لفقرة لوحة الشرف واسماء اصحاب الشطار اللي عرفت عن طريق التعليقات ان هم شاطرين وبيذاكروا كويس معانا، وبابا وماما مبسوطين منهم. والاسماء هي: كنزي، جنى او جنى وليد، ياسين او ياسين وليد، عبد الملك، لوزي، ياسين، جنى عم، منك الله، محمود، مصطفى، بشرى، عماد، أيصل، حسام، عبد الرحمن، حسام، عبد الله، حسام، وزياد. كلكم شاطرين وكلكم حلوين، انتوا المستقبل، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ودايما تكونوا في احسن حال.
وبكده نكون أنهينا الدرس الخاص بالنهاردة. لو استفدتم أي معلومة ولو بسيطة من الدرس النهاردة ياريت تدعمونا بلايك، والأهم إنكم تشاركوا الفيديو مع أصحابكم حتى لو في الفيسبوك أو الواتساب، وخليكم متأكدين إن في حد غيركم محتاج المعلومة وممكن تفرق معاه كتير، وإنتوا مش هتخسروا أي حاجة بس غيركم هيستفيد. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.